بسم الله الرحمن الرحيم. رموز المعارضة المظلومون المعتقلون في سجن جو، يتم التضييق عليهم تضييق كبير جدا من قبل هذا النظام الذي يسعى من أجل إماتتهم، من أجل قتلهم عبر منع العلاج ومنع الأشياء الأساسية الضرورية لهم. ينبغي أن يكون هناك ضغط كبير جدا على هذا النظام وعلى مؤيديه لكي أولا يفك قيد هؤلاء المسجونون المعتقلون ظلما وعدوانا، وإلى أن يتم ذلك ينبغي أن يكون هناك إعطاهم على الأقل ما ينبغي أن يتمتع به السجين والمعتقل. لا يمكن لنا أن نسكت على هذه الظلامة المضاعفة لهؤلاء، ومن الله سبحانه وتعالى نستمد العون من أجل ذلك.